اكيد. او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ قبل اي حاجه يا ريت تعملوا لي فولو على الانستجرام، تعملوا لي لايك وسبسكرايب لو حتى مالكيش معلش في الميك اب، يا ريت تعملي لي سبسكرايب وتعملي لي لايك، ده هيدعمني جدا وهيحفزني نعمل فيديوهات جديده وهيفرحني، وكمان عشان كبير بخاطر الناس، فاحنا في رمضان وبس كده. طبعا ما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه في الكومنت، و عايزه تشوفي اللوك، يلا بينا نبدا الفيديو. النهارده انا مع بعض لوك، اللوك ده هيكون بسيط وخفيف كده. طبعا انا عارفه ان طرحه مبهدله، لان انا اصلا بصراحه يعني انا كل مره بعمل فيها فيديو بصراحه ما بقاش ناوي ان اعمل فيديوهات خالص، مره واحده كده بتقف في دماغي ان انا اقوم اعمل فيديو، فبعمل فيديو على طول، هو نفس الطرحه والبتاع دوت وخلاص على كده، واللي هو ايه اطلع اصور فيديو. بس النهارده انا عملت البيس بتاع البشره، عملت ايه، حطيت البتاع ده اللي هو السنيل ده، شبه جل الصبار شويه، حلو جدا مع المسامات وكده، بيقفلها، بيعمل حاجز بين فاونديشن وبين ال وبين ايه تاني، بيعمل حاجز ما بين الفاونديشن والسكن بتاعه البشره، تمام، الجلد يعني بتاع البشره، بس كده. واستخدمت البتاع ده اللي هو الفاونديشن بتاع مايت سينما، خلاص هو قرب بينتهي اساسا، فاضل نقطه بسيطه بس كده. هو انا كنت حاطاه في بتاع زي دي كده، كان ناشف خالص وبيدي كفر حلوه جدا، لما بينشف بيدي كفر اعلى من هو عالي اصلا، فاهمين. وحطيت جلوس من ده عشان خاطر يرطب شفايفي، وكنت حاطه قبلها ليب بالم كده، تمام، فحطيت من الجلوس ده فوقيه كده عشان يدي ترطيب اعمق وبس كده. وطبعا استخدمت الكونسيلر بتاع مايت سينما ده، الكونسيلر ده تحت العين، وكمان للهالات عملت ايه، طبعا لازم اقول لكم كل حاجه عشان تبقوا عارفينها. خدت للهالات درجه كريمي من الدرجات دي، الدرجه الغامقه دي او دي، تمام، او الدرجه دي، ثلاثه غامقين، فانا بستخدم منهم اهو، حتى اشوفه كده بقربه لكم من الكاميرا كده، الوانهم واضحه، دي الغامقه، دي افتح، دي اغمق، بالظبط كده. فانا باخد بقى ايه نقطه كده بسيطه واحطها تحت العين، ولو مثلا في اثار حبوب اي حاجه، فكك بقى من الالوان الخضراء والزرقاء والحمراء والحاجات اللي هي تخيل يعني، في اخضر وفي اورنج والحاجات دي، الاورنج للحاجات الداكنه اللي لونها اسمر او لونها بني غامق، او الحاجه مثلا اللي هي ايه للهالات، الاورنج ده للهالات برضو، وكمان في الاخضر ده بقى للبقع الحمراء عشان نبقى فاهمين، اللي هو بيبقى المشهور اكتر حاجه اللي هو بيخفي الحاجات دي، بيبقى كونسيلر بتاع جير، في منها درجات كتير، 6 درجات مثلا او 4 درجات حاجه زي كده، في درجات مختلفه، في الفاتح وفي الغامق وفي الاورنج وفي الاخضر، في الوان طبعا تانية كتير، بس دول ال4 درجات دول اللي انا شفتهم بيبقوا احسن درجات وينفعونا احنا كبنات مصريه، تمام. فطبعا الرغي الكتير ده انا قلت لكم طبعا كل حاجه عن بيز البشره اللي انا عملته، وهبدا في اللوك على طول. طبعا انا مش مثبته بشرتي بلوس باودر او باي حاجه، والنهارده ان شاء الله يا رب الفيديو يطلع بسيط وايه حوالي نص ساعه ولا حاجه، ما يكونش طويل عليكم كده. انا هكمل البشره عشان اكون فايقه خالص بقى للفوق العين، انا طبعا عامله حواجبي من مشطاها ومشطاها بصابونه، وكمان بالبتاع ده، البتاع ده زي ما قلت لكم زي جل الصبار، بحطه على الصابونه وبدمجهم عشان يدوني ثبات اعمق كده، واطبطب كده ويبقى ثابت على الجلد ذات نفسه ويبقى حلو كده وما يطرش والكلام ده ولا يهيش وحاجات دي كده. ف انا طبعا مش رسميه ولا حاطه اي لون خالص، تمام. و تعالوا نبدا بقى مع بعض، انا مش عارفه ليه برغي كتير. ماشي، هنبدا اول حاجه بالكونتور ده، عندنا 2 اوبشنز، تمام. انا في حاجه يعني ايه يعني قلت ان انا هعملها وعجبتني ان انا اعملها وكده، جت في بالي فجاه فقلت ليه ما اجربش. المهم الفرشه دي كانت من كيلي، بس دي طبعا مش اوريجينال، دي كل الفرش اللي عندي كوبي عشان تبقوا عارفين، بس حلوين والله، هم ماشيين وبعمل بيهم لوك زي اي ميك اب ارتست مثلا.
بس كده. طبعا الفرش الاوريجينال بتوصل بالخمس و6 آلاف جنيه، طبعا كل براند على حسب هي سعرها قد ايه. وما علينا، فانا هاخد درجة من الدرجات دي، انا هاخد درجة اللي هي الوسط دي عشان مش عايزة الكونتور يبقى اوفر، عشان عايزة الميك اب يكون خفيف، فهاخد الدرجة دي. مش عارفة اني ملخبطة كده، بس المهم بس انا بعمل كده، بحدد مجرد بس ما بحدد تمام. وانا بحدد بعمل كده تمام. ونحاول برضو ايه ندمج من تحت، ما نخلوش حاد بالشكل ده. شايفين الفرق بين هنا وهنا؟ معلش انا الطرحه بس مبوظه الدنيا عندي، فاعذروني شويه. الشكل ده كده. وهجيب الفرشه دي، انا ممكن استخدم الفرشه دي، ناخد مثلا من البلد ذات نفسها واحطها على طول وندمج ساعتها. بس انا خدت اللي هي الصغيره استعنت بيها وحطيت، ودي بدمج بيها. الشكل ده كده. وبس كده. هاخد بقى بقيه الكونتور واحط هنا، ده هو مثلا المتبقي اعمل بيه. الارنبه طبعا اهم حاجه، كونتور النوز هاخد اي درجه، اي درجه بني. طبعا انت لو عايز تمشي بالتكنيك اللي هو بتعمليه الكونتور الاول وبعد كده تبدأ الفاونديشن، امشي بيه هيطلع حلو جدا، وتحس انت مش حاطه طبقات. بس انا حابه ان انا اعمل كده ليه بقى؟ لان انا قلت اطلع بالفاونديشن عشان انجز من وقت الفيديو، ويا رب يطلع قصير ما يطلعش طويل كده ويقرفنا بقى. بس كده بالشكل ده كده احنا عملنا كل حاجه، الكونتور تعب شغله. طبعا انا مش حابه ان انا اعمل من فوق، ما بحبش خالص كده، بحب اسيبها كده عادي يعني. طبعا عملنا الكونتور، هناخد اي سبونج عندنا، انا عندي السبونج دي طبعا انا مش هغسلها، وبما اني كده كده يعني هغسل وشي فانا مش هغسلها، بس انا بطبطب طبطبه خفيفه جدا تمام. اي حاجه مثلا عايزين بجد انك خلي كله زي بعضه، هذا تحت العين احط الباودر قبل ما يعني ما اخطط تاني تحت العين. اخد اللوس باودر بتاعتي دي واخد حاجه كده، و طبعا هو خطط تاني فانا هحط قبل ما يخطط. وهنا نفس الحكايه، عشان اعمل كفرج بس في الاخر هنضف تحت العين والحاجات دي بكومباكت باودر تمام. فانا هجيب بقى فرشه، اي فرشه عندك تكون مثلا كبيره او صغيره شويه، اي فرشه قدامك وثبتي. طبعا انا مثبتها فوق العين عشان ما يخططش وياخد وقت برضو في ان انا اعمل كده وادمج وبتاع البس برضو. بس كده انتهى دور اللبس برضو. هاخد اي درجة براشر عندي، انا النهارده مش هستخدم ماتريال كتير بصراحة، انا مش بحب ان انا عندي حاجات بردانية يعني، مثلا عندي بتاع 11 علبة اي شادو ما بستخدمش كتير منهم، بحب استخدم اللي هي فيها كل حاجة اللي زي البلد دي. بلد دي مهما استخدمت ومهما لقيت برجع امد ايدي عليها، لان هي بصوا من جوه عامله ازاي، كلها حاجات
يعني كلها كومباكت باودر، كلها اي شادوهات، كلها حاجات كتير اوي. المهم هاخد منها درجة بلاشر اللي هي الدرجة دي كده، تمام، مع ميكس من الدرجة اللي هي البني، تمام، درجة وهنفضها كده. انا بنفض عشان هي بيجمنت، بصوا بقى لو ما نفضتش بتبطع، انا بحس ان هي بتبقع كده، بس انا بدمجها طبعا مع بالفرشه فبتظبط الدنيا. هعمل ايه تاني؟ هاخد درجه بني وهحط فوق، استنى هقول لكم، هاخد درجه هايلايتر من ده على لون برونزر كده، اللي هي طبعا حاطه الكيسه دي هقولكوا ليه. طبعا زي ما انتم شايفين الهايلايتر بيتكسر ويتفرفت مع نفسه كده في العلبه، انا هاخد من الدرجه دي كده وهحط فين، احط هنا كده عشان اخلي الدرجه برونزي، عشان انا ناويه اعمل لوك اخضر. بس كده بالشكل ده، عايز اقول لكم اللوك في الحقيقه تحفه بجد. وانا هاخد درجه من البالت دي ودرجات، هعمل منها كونتور وهعمل منها بلاشر تاني بني فوق الخد كده، بس ما تزودوش كتير عشان ما يكلكعش. انا بحط حاجات خفيفه تاتشات تاتشات بس اللي هي تدي ايه اشكال، يعني لون مختلف، لون كده مدي بينك متعرفلوش، نود كده انا عايزه اعمل كده، ومنها هايلايتر متعرفلوش برضو ده بلاشر ايه ده لونه ايه كده، فاهمين؟ فطبعا انا هاخد انهي درجه، درجه الفاتحه شويه دي، انهي درجه استنى هوريها لكم، درجه دي افتح درجه فاخدها كده واحطها هنا فوق البينك، شايفين طفى البينك شويه. بس كده، وهاخد اي درجه منهم، مثلا هاخد درجه الغامقه شويه دي هستخدمها كونتور، انا متقل تكون ايدي خفيفه على الكونتور ده عشان بيجمنت. الشكل ده كده عندي خطوط كبيرة، و هاخد من الكونتور احط هنا، شايفين هنا شايفين هنا، بس طبعا هاد ميك شايفين اتزمت ازاي. و طبعا احنا لسه هندخل على الاي شادو، يا رب الفيديو ما يطولش. بس انا هاخد بقى ايه، كنت عايزه اخد الدرجه دي والدرجه دي مع بعض ميكس واحطهم تحت العين، بس قلت لا عشان اما احط الاي شادو. بس فكرت تاني ان هاخد خد كده كمية حلوة من دي ومن دي كده ميكس واحطهم تحت العين وبعدين انفضهم، شايفين فرق؟ حاسه ان انا حطيت حاجة خلت تحت العين فلتر، وبالذات اللوز باودر بصراحة حلوة ان انا عاملاها دي ميكسات مع بعض. بس الشكل ده كده واحط تحت العين بس كده. و هاخد ايه تاني؟ هاخد بتاع ده دي كده، يا جماعه ما تبصوش الاسبنجات هي مش مغسوله،
بس. فا هاخد برضو من اللونين دول و احدد الشكل ده، مع انها مش محتاجة بس بحب اعمل الحركة دي، و هسيبهم شوية زي في النص. طبعا مش محتاجة برضو بس انا بتقل اكتر يعني، و بس كده كده انتهينا من كل حاجة في البشرة. هنبدأ بقى في الاي شادو. الفرشة زي دي هاخد لون بيج كده مثلا، اللون ده تمام، ما نحطش بسيط عشان في الوان بيجمنت في البلد دي. طبعا كل ما هحتاج كل ما هزود، طبعا انا مش بحب اخد كمية كبيرة ماشي. فانا هاخد من البالت واحط كده، انا هفتح شويه عشان تظهر لكم. كل ما هي هحتاج كل ما هزود اهي، هاخد بيها عينين كده شكل ده كده. هاخد برضه نفس اللي هعمله هنا من العين التانية، بزود كل ما بعوض بزود. نشوف هنا زي هنا محتاجين هنا تاتش خفيف طبعا، لا ننسى هنا عشان نقربهم من بعض. انا كنت عايزه اعمل ميك اب لوك بتاع مروه يحيى، بس انا عملته وعملت لها منشن، عملت عين واحده وكان المود عندي مش مظبوط خالص ان اصور فيديو كده، وطبعا المود برضو مش ظابط معايا ان انا اركز في اللوك جامد قوي، لان اللوك محتاج تركيز عميق ومش محتاج ان انتي تتلخبطي في حاجه، لانك لو اتلخبطتي في حاجه كل ده هيبوظ. فانا مش هعمل اللوك بتاع مروه يحيى النهارده، مش عارفه بقى ما يكون مود رايق ممكن اعمله. معلش انا تحت طرحه مش بعرف اعمل حاجه، خلينا في العين دي بالشكل ده وبس كده. هاخد لون على بني غامق شوية، نكون مثلا اللون ده معايا، احطه هنا بركزه اكتر هنا. و نمشي هنا كده بالشكل ده، هعمله برضو في العين التانية. شكل ده وهدنك بس كده. هعمل ايه الفرشه دي؟ تقريبا انا اعتقد كان فيها نقطه كونسيلر، بس انا مش عايزه استخدم كميه كبيره. فانا هعمل ايه؟ هاخد من دي كده، مش هاخد من الكونسيلر، هاخد من كده ايه، هحاول احفظها عشان مش عايزه اخد كميه كبيره. هحط هنا وهنا بالشكل ده. بصوا كده، انا مش عايزاه كات كريس مبين وظاهر، فانا هعمل ايه؟ هحاول اجيب فرشه زي دي واحاول ادمجهم ببعض، مش عايزاه كات كريس ظاهر. شايفين؟ شايفين هنا وهنا نفس الحكايه، هعملها هنا كده. مجرد ان انا عملت بس ايه اضاءه طبعا، لو احنا محتاجين نعمل حاجه نزود. بصوا نفس الفرشة دي، هاخد لون مثلا اي لوس باودر او اي كومباكت باودر عندك قدامك في وشك، مش شرط تديني اللوس باودر اللي كذا ولا مش عارفه ايه، لا حطي يعني اي حاجه وامسحي الفرشه اللي في ايدك وخلاص وثبتي في الحته دي اهو بالشكل ده. فاحنا مش عايزينه يكون واضح، بس انا بجد انا عايزاه كده.
وهنا نفس الحكاية بالشكل ده. لما عاوز احط من اللوز باودر دي باي ادمج على حسب انت شايفاه قدامك ايه وعايزاه ايه. يعني مثلا عايزاه بالشكل ده، ممكن انت تكوني عايزاه محدد بس مش اكتر. و لو عندك كحل اخضر تمام مفيش مشكله، لو ما عندكيش استخدمي البودر عادي جدا تمام. ده في نورمال ف بطريقه عشوائيه جدا، انا بعمل ايلاينر عادي جدا زي اي ايلاينر، ايلاينر بالشكل اللي يعجبك. يا رب بظبط العين دي عشان بجد نرفزتني. هعمل الايلاينر برضو خلي بالكم انا مش شايفه، بس اللي هو ايه بحاول اظبط الدنيا وطرحه كل شويه تيجي انا بتخنق. المهم انا حاولت اظبطها هي زي دي، وهعمل ايه هقوم اخد اللون الاخضر ده نازله بيه على تحت. ما ايه رايكم في هذا؟ احنا كل ده بنظبط اللون الاخضر نعمل البيز بتاعه تمام بس كده. وهجيب لون اخضر من البالت، البالت تانية عشان البالت دي مفيهاش اي لون اخضر. جبت دي البالت دي عشان البالت دي فيها لون اخضر، طبعا انا مش لاقية فيها لون شامر اخضر زي ما انتم شايفين. اللون الشامر الاخضر موجود في البالت اللي هي التانية، فانا مش عارفة ليه مايت سينما بتدعمها تحط الوان والوان، مش عارفة ليه عشان تشتري البالتات كلها مثلا يعني ولا ايه. بس في حباية اهي مضايقاني، المهم اخد اللون الاخضر ده و اثبت بقى. ايه رايكم في هذا اللوك؟ انا حاسه ان هو غريب وحاسه ان هو حلو جديد، وبصراحه كنت بفكر اعمله في العيد ومش عارفه مش عارفه انا هعمل ايه، يا ريتني كنت نزلته في العيد. المهم فانا هاخد لون اصفر كده، انا هعمله لوك العيد، هكتب عليه لوك العيد. هاخد لون اصفر شمر واحطه عند اول العين هنا كده، احط هنا تمام.
بس لحد طرف العين كده وبس، مش هنعمل حاجة تاني. بس كده هقفل البلد دي. شكرا كده، شكرا. ماشي، المهم هعمل ايه بنفس الفرشة دي. انا عملت كده فنية وهحاول ادمج الطرف هنا شوية عشان يبقى متموه. بقى متموه شوية ومنه ايلاينر. هعمل هنا كده نفس الكلام. يا رب يكون واضح عندكم بجد. بس كده كده البلد دي. شكرا. هنرجع بقى البلد بتاعتنا. هاخد منها درجة اخضريقة دي، مش قادرة ارفعها اكتر من كده عشان هتوقع الدنيا. بس كده وهمسح اي حاجة. هاخد من الاخضر لون الشمر وهحطه جنب الدرجة الصفراء. اي نعم هو مش باين، هو اكتر قوي عشان هو اخضر فاتح، تحس ان هو الاصفر طابع عليه. بس حلو قوي صراحة اللوك ده. مش عارفة اكتب عليه ايه، لوك مثلا ينفع على فستان اخضر ولا لوك العيد ولا ايه. المهم لو وصلتوا لحد الحته دي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات لو عجبكم اللوك، تكتبوا لي اكتب عليه يعني مثلا غير ان انا مثلا رسيت على اسم، تكتبوا لي تحت مثلا ايه المناسب للفيديو ان انا اكتبه بالشكل ده كده. عجبني جدا جدا ورقيق كده يعني. هعمل ايه، هاخد من الدرجه الخضراء دي واحط برضو تحت العين، بحاول ادمج اللي تحت العين عشان ما يبقاش حاد باللون الشمر ده. تحسوا ان العين عميقه. مثلا لو احنا عايزين نحط جوه العين كحل اخضر نحط، بس انا مش حابه بصراحه، بس هجرب. انا مدمعه مهمه، فانا هجيب بنفس الفرشة دي. طبعا احنا عملنا خلاص العين، بس انا هجيب بنفس الفرشة مثلا لون ابيض او حاجة، وهنيجي في طرف العين هنعمل كده اي لون، مثلا كونسيلر. مثلا كونسيلر، لا بلاش كونسيلر عشان هاخد كمية كبيرة. هناخد من نفس بتاع دي نقطة كده طرف بتاعنا بس، وهعمل هنا فتحة كده تكون كده فتحت العين شوية بدل ما هي مقفولة. نفس اللي هنعمله هنا نعمله هنا. ايه رأيكم؟ كأني حاطة لينسز. انا حاسة انا حاطة لينسز خضرة، فضل اللينسز كمان الخضرة تبقى تحفة. ده كده والحاجة الأخيرة هنختار الروج وهحط ماسكارا وخلاص على كده. نحط الأول ماسكارا وبعدين نختار درجة الروج مع بعض. خرب بيت الطرحة، خرب بيت الطرحة. ماشي، يا رب الفيديو يطلع اللي بسيط وما يطلعش طويل عشان أنا لو كده هسرعه عشان أنا زهقت من الساعة والكلام ده.
تحطي طبقتين ماسكارا وهتبقي مية مية. بلاش رموش لو مش بتحبيها، بلاش لينسز لو مش بتحبيها، خسران بتفرجش على الفيديوهات بتاعتي. وانا عايزه اقول لكم ان انا نسيت حاجه، في حركه انا بحبها جدا وما تتصوروها، حركه ان انا اخد من الهايلايتر الاصفري كده، مدي على الاصفر وشامبين كده، مدي على الاصفر تمام، وهي احطه هنا كده. بلاش بدي، عايزه برشه تانية. انا عايزه اقول لكم ان انا بصور لكم وانا صايمه بالشكل ده، واحط هنا كده، وهي هياخد عند اول العين بحس ان العين فتحت وبقت حلوه نورت كده. بقت تحفه. هاخد من نفس الدرجه بتاعت الهايلايتر ده بحط هنا بالشكل ده، ما رأيكم؟ هاخد اي درجة بنية كده، اي درجة، فاحط ايه الاسمنت دي بالشكل ده، وهي هدمج كله بس، واحط نقطة هايلايتر تاني هنا كده، وهي اي فرشة، اي فرشة مثلا زي دي كده، بتمسحها في اي حاجة، بتمسحها في ايديا وهي بتنفضي اللي انت كنت عاملاه. واو تحفة. انا بفكر اسيب الروش كده بس لا مش لاقي، انا حاسة ان عايزة احط لون نود مثلا او لون هقول لكم دلوقتي حاجة هعملها. انا اللون ده عجبني، وبما انه رقيق وشكله حلو لايق مع اللون، عارفين في الحقيقة احلى بكتير 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 بجد. الكاميرا بتظلم الميك اب بتاعي للأسف، انا بقى مطلعاه بروفيشنال وكل حاجة، وحاسة ان هو بروفيشنال برضه على الكاميرا، بس بيبقى في الحقيقة احلى بكتير عشان كاميرتي للأسف مش حلوة خالص، التليفون وحش جدا وبيصور. هاخد بقى درجة من الدرجات دي اللي هي البنية دي، احط اغمق درجة اول افتح شوية. هعمل ايه بقى؟ تتوقع هعمل ايه؟ هعمل شكل ايه؟ هاخد درجة الغامقة. عارفين عملت ليه كده؟ عشان الاقدر مينفعلهوش روج بينك، عشان يبقى ماتشنج مع بعض لازم اكونتر شفاف. بس كبرتها ازاي واشكالها مش حلوة قوي يعني كده. بصوا نحاول امسح، ناخدها شويه كده ده، عشان حاسه ان هو يبقى هادي شويه ما يبقاش اوفر. انا المفروض كنت عملت حاجه، المفروض خدت درجه فاتحه شويه للكونتور بس من جوه، يعني من بره تكون فاتحه، من جوه عند الحاده بتاعه الشفايف تبقى غامقه عشان ما تبينش الخط بتاع حاده الشفايف الاصليه. الحمد لله يعني انا عندي شفايف يعني ايه مش محتاجه تكبير، بس انا يعني بحاول ان انا اوريكم اكبره شفايفكم ازاي. احط نقطه من كونتور فاتح. لو انت ايدي تركيه طبعا، انت لو ما عندكيش روج بني اعملي الحركه دي، تاخدي تحطي مرطب وتجيبي اي كونتور وتحطيه على شفايفك، بعد كده ثبتي بلوس باودر. انا هعمل كده دلوقتي، هشوف هثبت بلوس باودر او اي كومباكت باودر من دول عشان كسله بصراحه. هاخد مثلا درجه فاتحه تكون بيج دي، وهاخد درجه بيضاء، بلاش درجه بيضاء، احاول كده ايه اثبتها، مش عايزين يثبتوا بسهوله، انا عايزه بلوس باودر. هجيب حاجتين كام بلوس باودر وهي هعمل كده. على الاقل اللون يفتح شويه لو هو غامق، ويبقى اللوك رايق كده، ده شكله حلو. بس كده يا جماعه،
لكن الفيديو يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو تحت وفككم من طرحه. انا بلف اي كلام عشان انا يعني مبقاش حاطه في دماغي ان انا اصور والله العظيم، ف بطلع مره واحده كده انا اقول ان هصور بقى وبتاع، بس ما علينا يعني فككم من طرحه. وبس كده سيبوا لي كومنت حلو، يا ريت تسيبوا لي كومنت حلو وتعملوا لي فولو على الانستغرام. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.